اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيف وضيفكم صاحب الفوز على نادي الزمالك، المدير الفني لفريق 2007، المدير الفني الكف كابتن اسامه زكي. منورنا يا كابتن اسامه. حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك. سعيد موجود مع حضرتك. الحمد لله الحمد لله. كان وش حلو عليكم في المباراه. دايما وشك حلو يا كابتن، بقالك 3-4 سنين وشك حلو على الفرقه، وشك حلو عليا. الحمد لله الحمد لله. انت تستاهل، يعني مدرب بتتعب مجتهد، بتحب لعيبتك، مخلص في عملك. الحمد لله كابتن، ربنا سبحانه وتعالى، احنا بنجتهد وبنعمل اللي علينا، بس دي سمه المدربين كلهم اللي موجودين في النادي الاهلي، لازم ان يجتهدوا عشان يبقوا موجودين في النادي الاهلي. تحقيق البطولات بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وربنا بيبقى شايف اجتهادك عامل ازاي وبيكافئك على قد اجتهادك ده، فالحمد لله رب العالمين. الحمد لله. منذ تولي الكابتن اسامه زكي فريق 2007 واجهت الزمالك في 4 مواجهات صح؟ مع السنة 2007. اللي فاتت 2007، بس قبل كده واجهتهم مع 2008 و2006. خلينا نتكلم على 2007 الاول. ماشي اوكي. السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها الاربع مواجهات فوز للنادي الاهلي. الحمد لله. يمكن في اول سنه احنا فزنا في، كان في الماتش الاولاني في نادي الزمالك، وكانت اول سنه بطوله الجمهوريه 2007، والحمد لله كسبنا 4-0. اتكررت نفس النتيجه الحمد لله، كان في رمضان في الدور الثاني في مدينه نصر. كان فاضل لنا الماتش ده، كنا هناخد فيه الدوري يعني خلاص. بقى ما فيش مشكله بالنسبه، كان فاضل لنا ماتش الجيش وماتش الجونه، بس ماتش الزمالك كان بشكل كبير نكسبه وناخد البطوله. يعني توجتوا بالفوز وبالبطوله في نفس الوقت. فكسبنا برده، النتيجه اتكررت 4-0 بفضل ربنا عليا الحمد لله. حتى كان في برده جهاز فني من نادي الزمالك يعني كان جاي قبل المباراه بيقول يعني لو طلع بنتيجه 1-0 او 2-0 يبقى مكسب، لكن طلع بنتيجه 4-0 فقال لي يعني نفس النتيجه يعني. هو قال لي كلمه يعني فاني كده، بس ما فيش داعي ان انا اقولها، بس الحمد لله رب العالمين كانت نفس النتيجه. السنه اللي فاتت كسبنا 2-1 في النادي الاهلي، وكسبنا 2-1 في نادي الزمالك. انتوا ماشيين نفس النتائج؟ يا جت قدر ربنا سبحانه وتعالى، بس الحمد لله رب العالمين. يعني فرقه 2007 بقى لها سنتين 4 ماتشات الحمد لله رب العالمين بالفوز، وكان اخر فوز الماتش الخامس ده. كنت قلقان قبل المباراه؟ دايما مباراه اهلي وزمالك بيبقى فيها قلق، حتى لو انت الافضل وانت المسيطر وانت حتى لو متصدر جدول المسابقه، لكن تظل مباراه الاهلي والزمالك حتى لو على مستوى الناشئين والاشبال ليها صيتها برضه. طبعا ديربي بين الاهلي والزمالك من الفيرست تيم لغايه البراعم. بس انا كان في سنه قلق، لان الاولاد كانوا في سنة ثقة ان هم هيكسبوا. فدي كانت قلقاني جدا، ان هم على طول كسبانين نادي الزمالك في الجيل دوت. فدي كانت قلقاني. حتى في البراعم انا كنت ماسك الفرقة 2007 سنة في البراعم، برضو كسبناهم 1-0، كان في دورة زد كسبناهم 1-0 برضو. ففرقة 2007 كعبها عالي في السن ده، فدي كانت قلقاني. بس مهم انك انت في المباريات او مواجهات الاهلي والزمالك انك من البداية تكسب وتبقى كعبك عالي. طبعا يعني انا في المحاضره طبعا كان في تعليمات مهمه جدا. ابرز تعليمات ايه اللي عدتها؟ يعني كانت اول 15 دقيقه لازم نضغط من فوق، وضغط قوي جدا، ولازم الكره تبقى في نص ملعبهم كتير. لكن انا يعني فرقه نادي الزمالك اتحسنت بشكل كبير عن السنتين اللي فاتوا، وانا دي يمكن قلتها. فبس احنا الحمد لله رب العالمين، انا كنت واثق من الفوز الحمد لله. يمكن ربنا اخر الفوز شويه، بس كان له طعم الحمد لله. قلقت شويه لما جت ركله الجزاء. طبعا يعني ركله الجزاء كانت ممكن ما تتحسبش، يعني كان فيها شك. يعني انا بس الحكم كان كويس جدا، كابتن طارق مجدي. فضل ربنا علينا ان اياد، يعني اياد عمل طارق مجدي كان حكم هايل، ما فيش كل لعبه معاها كل قراراته سليمه، حتى ركله الجزاء اللي احتسبها على النادي الاهلي صحيحه 100%. بس كان في ركله جزاء لينا برضو ارتاحه في الشوط الاولاني، برضو لمسه يد ما اتحسبتش، لكن انا هو كان موفق جدا في المباراه دي. تلاقيني قمت، ما كنت بصلي العصر وقتها ما شفتهاش. لا كان في ضربه جزاء، لكن فضل ربنا علينا اياد من الاجوان الكبار في قطاع الناشئين، عمل ماتش كبير جدا. معانا ركله الجزاء كابتن اسامه على الهواء. لحظه التصدي وتصدي تصدي رائع. اتفضل. يمكن لما طبعا اياد حتى في التمرين ماشي بشكل كويس. احنا بنتمرن على ضربات الجزاء بشكل كويس جدا. يمكن كان في تحدي بينه وبين اللعيبه ان اللي يجيب فيه ضربه جزاء من الكابتن محمد شوقي قبلها بيوم، انه له عنده مكافاه. فاياد كان موفق بشكل كبير، والحمد لله رب العالمين. بعد ضربه الجزاء دي انا قلت هنكسب ان شاء الله، فالحمد لله الحمد لله. تاح لعيبته في كذا مركز في المباراه.
ابتديت بيه راس حربه، بعد كده وديته وينج يمين شويه وينج شمال، لقيته تحت راس حربه. يعني كويس لما يبقى اللعيب عندك بيلعب في كذا مركز، هو دي حاجه مهمه. هو دي تعليمات طبعا الكابتن بدر رجب المدير الفني للقطاع، اللي احنا طول ما اللعيب بيلعب في كذا مركز حسب احتياجات الفيرست تيم والفريق الاول بيبقى اللعيب ده جاهز في اي مركز، فتحمل اللعيبه الكويسه اللي بيلعب في 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 مركز سترايكر راس حربه هاف رايت هاف ليفت، ممكن يلعب 10 كمان لعيبته 10 في مباريات كتير. فكل ده بتبقى استفاده للعيب، وكل ده بتبقى الكواليتي بتاعه بيعلى لما بيلعب في اكتر من مركز عشان احتياجات الدرجه الاولى. وهو الدرجه الاولى ممكن، انا فاكر ان كوكا لعب باك ليفت قبل كده، كان بيلعب باك ليفت وكان بيلعب في نص الملعب. فكل دوت بيلعب 6 و8 في نص الملعب، كل ده اللعيب بيستفيد لما الفيرست تيم بيحتاجه في اي مركز. مش هقول لا انا بلعب راس حربه بس، لا ممكن العب في اي حته حسب احتياجات الفريق الاول. ودي يمكن كانت تعليمات من الكابتن بدر، اللي احنا ما نحطش لعيب في مركز واحد، ممكن نغير مركزه حسب ظروف الماتش. هقول لك التشكيل اللي ابتديت بيه، وانت طبعا اياد تامر، كريم عمرو، اياد مدحت، زياد وائل، كريم عيد، في خط الوسط محمد عاطف، زيدان ناجح، محمد رافت، ياسين عاطف، مصطفى بهكت، وفي الهجوم محمد عبد الفتاح تاحه. خط الدفاع كريم عمرو واياد مدحت وزياد وائل وكريم عيد. ابرز التعليمات ليهم في المباراه كانت يا كابتن اسامه، خاصه وانا بتفرج ما شاء الله اللعيبه عندها ثقه كبيره، تحضير الهجمه من تحت، مفيش قلق خالص، مفيش تشليت او كرات طويله، لا حتى لو انت مضغوط بتلعب كورتك سليمه من تحت. والله احنا السيستم ده بقى لنا حوالي 3 سنين 2007 شغالين عليه، والقطاع كله شغال عليه. حته الـ 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 البناء وبناء الهجمه من تحت، لازما مفيش حاجه اسمها ان انا اطلع كورة لونج باص، لازم ابتدي الهجمه بسيستم معين. الملعب مقسم لاربع اقسام، حته بناء الهجمه، تاسيس الهجمه في نص الملعب، بدايه انهاء الهجمه، وانهاء الهجمه. فاحنا شغالين طول الاسبوع او من 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 سنتين على الاربع مناطق دول او فالحمد لله الاولاد مستوعبين بشكل كبير، الشغل بقى تلقائي بيعملوه. مفيش حاجه اسمها ان انا شتت او العب اللونج باص الا في حالات معينه. السردباكات فاهمه امتى تطلع مره واحده وامتى تبتدي الهجمه. استعجلت في تغيير ياسين عاطف شويه، خاصه ان هو ابتدى يعني كان بادئ بدايه كويسه جدا من ناحيه اليمين، عمل لا 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 ياسين كروسين كانوا هايلين، كان ممكن يعني يسجل النادي الاهلي هدفين في اول خمس دقائق او 10 دقائق. ياسين من اللعيبه الكويسه جدا، عنده قدرات، يمكن الخط الامامي بتاعي كله بيتميز بالسرعات، سواء ياسين عاطف، مصطفى، تاحه، يوسف عباوي، فكل لعيب فيهم ليهم ليه قدرات خاصه. ياسين من اللعيبه كويسه جدا، عمل حوالي 25 دقيقه كويسه جدا، بس هو تعب ورجع. فكانت دي تعليمات الدكتور ان هو مش هيقدر يكمل، راي طبي يعني. راي طبي. لكن انا ما طلعتوش. لا ده بالعكس، ده ياسين عاطف عمل ماتش كويس جدا، يمكن من احسن 25 دقيقه انا شفتها له من ساعه ما جه. لا لعيب كويس، بس يعني كان فايق، فما ينفعش ان انا بالفوقان ده ان انا اطلعه، لكن كان هو راي طبي ان هو مش هيقدر يكمل. كابتن أسامة زكي قبل المباراة كان عنده ظروف صعبة، يعني تحملت انت على نفسك، يعني بنقول لك البقاء لا، وفات اختك قبل المباراة، يعني انت جيت على نفسك ويعني وكنت متأثر جامد، لكن النادي الاهلي وكنت موجود مع اللعيبة وكأن مفيش حاجة بالظبط. ويعني لا الحمد لله، وكان في حالة وفاة، كانت اختي برضو بقى لها حوالي اسبوعين ثلاثة في المستشفى، كانت عاملة عملية كبيرة. الحمد لله ربنا رحمها، يعني ربنا عافى عنها، لانها كانت هتتعذب يعني. كان في حاجه كده في المخ شالته، هو كان حميد بس قعدت حوالي اسبوعين تعبانه، فالحمد لله ربنا يرحمها يا كابتن اسامه. العلاقه قبل المباراه حتى خارج الخطوط حتى بعد المباراه فوز النادي الاهلي كانت علاقه ممتازه، الاجهزه الفنيه هنا وهنا، اللعيبه لعيبه الزمالك مع الاهلي، ودي حاجه جيده جدا نقدر نبني عليها في المباريات القادمه بين القطبين الاهلي والزمالك. طبعا نادي الزمالك نادي كبير، وطول ما نادي الزمالك بينافس النادي الاهلي، النادي الاهلي برضو عشان يفضل هو الاول لازم أن يتلاقي منافس قوي. نادي الزمالك من الانديه الكبيره طبعا، وطول عمر نادي الزمالك من الانديه اللي بتطلع المنتخبات، وطول ما انا شايف المنافس قوي لازم انا كمان ابقى اقوى. فدي بيرتقي بالمستوى طبعا ولا. طبعا بتبقى دوافع عندي، لكن طول ما انا نادي الزمالك يعني انا فاكر في اول سنه ان احنا كسبنا فيها اربعه، اللعيبه كانوا صغيره فقالوا لي يا كابتن يعني ماتش سهل.
قلت لهم لا، هو ربنا كان موفق. لما كسبنا 4 في الماتش الثاني قالوا لي يا كابتن لا احنا اللي صح. قلت لهم لا، ده توفيق ربنا سبحانه وتعالى. الماتشات دي والسكور ده ما بيتكررش كتير. ان انت تكسب الزمالك 4 في نادي الزمالك، تكسب 4 و4 في النادي الاهلي، لا دي 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 توفيق ربنا سبحانه وتعالى واجتهاد اللعيبه طبعا. فنادي الزمالك طبعا من الانديه الكبيره، والعلاقه كانت كويسه جدا قبل المباراه بين الفرقتين وبين الاجهزه الفنيه. الحمد لله. السنه اللي فاتت فريق 2007 مع الكابتن اسامه زكي كان بطل المسابقه، السنه اللي قبلها ايضا بطل المسابقه. السنه دي عندكم تحدي كبير طبعا. الانديه كلها بتدعم، ومباريات الانديه كلها قصاد النادي الاهلي تبقى مباريات مختلفه حاجه ثانيه. هم جايين يلعبوا النادي الاهلي، وعلاوه على كده جايين يلعبوا بطل الدوري لمده موسمين. فالدوافع عنده بتبقى قويه جدا. يعني لو فرقه بتلعب بدوافع 60-70% مع فرقه ثانيه بتلعب قدام النادي الاهلي بنسبه 200%، فانت بتجد صعوبه. بتجد صعوبه لان الروح القتاليه والاصرار ممكن تفرق لو الناحيه الفنيه قليله. يعني احنا فاكر بنلعب ماتش المجد في اسكندريه، والمجد تقريبا في مركز متاخر من الدوري، و1-0 ليهم لغايه الدقيقه تقريبا قبل ما المباراه تنتهي ب10 دقائق، قدرنا ان احنا نتعادل ونكسب. كويس قوي. فطبعا ظروف الملعب والدوافع، مع ان فرقه فنيه كانت قليله لكن الدوافع عندها كانت كبيره جدا، انها بتلعب النادي الاهلي، والحماس والاصرار والروح القتاليه دي ليها نسبه برضو انها بتفرق لو الناحيه الفنيه عندهم قليله. طبعا طبعا بتفرق مهمة جدا. طبعا بتفرق بشكل كبير اصرار اللعيب ان هو بيدافع او بيلعب النادي الاهلي، فدي حاجه كبيره قوي طبعا. 2007 يعني بنتكلم في لاعب عنده 16 سنه، يعني بنتكلم ممكن سنه او سنتين يبقى مع الدرجه الاولى ويشارك لو لعيب مميز. كلامك مع اللعيبه عن الدرجه الاولى والدوافع للفريق الاول دايما في كل محاضراتك طبعا. هو قدر ربنا سبحانه وتعالى ان فرقه 2007 20 لعيب دعمنا السنه دي بخمس لعيبه، بنتوسم ان هم ان شاء الله باذن الله يخشوا مع الفرقه. لكن ده من الاختبارات؟ من الاختبارات. كابتن بدر رجب في اول الموسم اخترناهم انا وكابتن بدر، بنتوسم فيهم ان هم هيبقوا كويسين ان شاء الله باذن الله. الفرقه 2007 20 لعيب، ال 20 لعيب برومسنج للدرجه الاولى كويس، وهم فاضل لهم سنه واحده واي حد فيهم ممكن يكمل في الدرجه الاولى. دي 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 مباراه السيراميكا كابتن اسامه اللي قدرتوا تفوزوا فيها في مشوار الدوري. شايفين برضو اللعيبه ومحمد شوقي متواجد معاك على طول، الكابتن بدر رجب كابتن بدر رجب وكابتن محمد شوقي عاملين حاله معاكم. طبعا طبعا كابتن بدر رجب طبعا قيمه كبيره، وانا ممكن قلت لحضرتك في اول موسم ان مكسب كبير للنادي الاهلي والمصر. لان الكابتن بدر زي ما قلت قبل كده لحضرتك في 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 في, في القاء إن, ان 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 انا قريت بوست فعلا، والبوست ده انا مقتنع بيه بشكل كبير ان هو صفقه القرن بالنسبه للنادي الاهلي. كابتن شوقي بقى يعني حاجه يعني مجهود كبير جدا بيعمله مع فرق الناشئين. كابتن شوقي التمرينات كلها وكابتن بدر متواجد فيها. كابتن شوقي طبعا قريب من اللعيبه جدا، هو كابتن بدر. تعليمات الكابتن بدر والكابتن شوقي باستمرار للعيبه خاصه فرقه 2007، وليها اهتمام خاص عند الكابتن بدر رجب فرقه 2007 هو كابتن محمد شوقي. وايضا كمان كابتن تامر حفني صراحه عامل مجهود كبير في البراعم، كابتن وليد سليمان في كل النواحي الاداريه والتسهيلات، الملاعب، الملابس، كل الامور الاداريه مع كابتن وليد سليمان. المباراه انت النهارده خلصتوا الدور الاول ولا لسه يا كابتن اسامه؟ فاضل لنا ماتش غزل المحله. غزل المحله، يبقى كده انتوا قفلتوا الدور الاول. الفتره دي فتره امتحانات صح؟ في اجازه ولا اللعيبه بتتمرن برضو؟ لا احنا خدنا بعد ماتش الزمالك راحه يومين، وابتدينا تمرين النهارده عشان عندنا اخر ماتش الاثنين اللي جاي مع غزل المحله. وبعد كده هتبقى في فتره راحه حسب اتحاد الكوره ما هيقرر. يعني 2007 من الاجيال اللي هيبقى ليها منتخب خلال الفتره اللي جايه، اللعيبه ودوافعها برضه. لما يبقى لعيب في سن صغير بيلعب منتخب مصر، شفنا تمثيل منتخب مصر ل 2008، شفنا 2005، يعني على المشارف خلاص بنتكلم على 2007. 2007 عندهم دوافع كبيره منتخب مصر. يمكن منتخب مصر احنا كنا بنتكلم عليه من سنتين، لكن السنه دي هيبقى ليه ان شاء الله باذن الله منتخب. باذن الله ان شاء الله النادي الاهلي طول عمره بيصدر لعيبه لمنتخب مصر. ان شاء الله باذن الله فرقه 2007 اكتر من
سبع ثمان لعيبه ان شاء الله باذن الله هيمثلوا منتخب مصر ان شاء الله. مكسب يبقى ده حاجه عظيمه باذن سبع ثمان لعيبه. لا باذن الله ان شاء الله في اكتر من سبع ثمان لعيبه برومسنج ان هم يبقوا في منتخب مصر وبرومسنج للدرجه الاولى ان شاء الله. ان شاء الله تقدر تقول لنا اسماء دلوقتي ولا؟ والله انا مش عايز اقول عشان ما حدش بيزعل لان وانا مع الراي ده. والله لان انا بتكلم عن لعيبه انا عندي اللعيبه كلها كويسه واللعيبه كلها لعيبه علشان كده انا قلت كل التشكيل النهارده اللي لعب مباراه الاهلي والزمالك. طبعا ما اختصتش بواحد ولا اتنين لان اللعيب بيحس ان هو طب الكابتن اسامة ما قالش اسمي. الكابتن اسامة قال اسم كذا لكن انا عندي ال 20 لعيب طالما مقيد عندي كلهم زي على اهتمام واحد زي بعض طبعا. طبعا دي برضو مباراه الاهلي وسموحه ده في بدايه الموسم احنا ان شاء الله كابتن اسامه يعني احنا زعنا ل 2003 وبكره يعني احنا على الهواء مباشره هنزيع مباراه الاهلي وطلائع الجيش ان شاء الله بكره هنكون مع حضراتكم على الهواء مباشره اذاعه مباراه الاهلي وطلائع الجيش مواليد 2003 استوديو التحرير هنكون مع حضراتكم الساعه 2 مباراه الساعه 2 ونص. شايف الفكره دي ازاي وخاصة إن شاء الله إحنا يعني الفترة اللي جاية هنزيع ل 2007 والله زعنا ل 2003 2005 متبقي لنا 2007 إن شاء الله. فكرة محترمة جدا طبعا لأن أنت بتدي حماس وإصرار للعيب إن هو ماتش بيتزعله في سن صغيرة زي كده فالدوافع عنده بتزيد إن هو يظهر بشكل كويس قدام مصر كلها مش قدام مش في النادي الأهلي بس. فاللعيب بيحس إن هو طبعا بيتشاف وبيتشاف بشكل كويس وبيسمع بيسمع في مصر. انا عندي لعيبه في 2007 معروفين على اللعيبه في الفيرست تيم في اي نادي الاسماء سمعت دلوقتي الاسماء سمعت بشكل كبير لان هم على طول المركز الاعلامي وقناه النادي الاهلي الاسم متداول على طول. وحضرتك طبعا بشكر حضرتك على البرنامج بتاعك دوت لان انت من 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 الناس اللي هي برومس سوري سبورت للعيبه اللعيبه في قطاع الناشئين في النادي الاهلي وبتظهر اللعيبه بشكل كويس. الهدف بتاع تاحه في الدقيقه 93 شاف الهدف ازاي؟ هنا هدف حلو تاحه ما كانش في الكادر. رجع لنا باللقطه تاني لو سمحت ذكروني علشان نحلله بقى مع المدير الفني كابتن اسامه زكي الله يوسف عبد القوي يعني ان يوسف عبد القوي بمجهود فردي وراح. اتفضل يا كابتن يوسف. طبعا من اللعيبه اللي هي عندها حته المراوغه دي عاليه جدا وسريع وقوي بس انا اقف هنا لو سمحت ده كرور ارجع تاني ارجع تاني لحظه بس هنا شاف العارضه الاولى يا كابتن اسامه تحم الظاهر عليها ايوه مفيش تيشيرت احمر على العارضه الاولى ايوه يمكن يوسف انا بقول لحضرتك انا هتكلم على يوسف الاول لان يوسف انا تعليماتي صاحب الاسيست صاحب الاسيست يعني تعليماتي ليه هو عنده سرعات وعنده مراوغه فيوسف كان في بعض الاوقات كتير ان هو يغزل يعدي يرجع تاني للعيب في الـ في الـ في الـ في الـ في الكوره ديت هو الحمد لله رب العالمين ان هو استخدم سرعاته واستخدم المراوغه بتاعته ان هو عدى من واحد واثنين بس يمكن تعليمات الكابتن شوقي انا وكابتن شوقي ما بين الشوطين او في الماتشات اللي قبل كده ان لعيب الاسترايكر لازم يروح على العارضه القريبه لازم يقطع العارضه لازم يقطع العارضه هنا تحم الظهر هنا بص اول ما بدا يحط وش رجله قطع محمد قطع محمد على العارضه القريبه واستلم بشكل كويس جدا وكان الجون بالنسبه لي هو الاستلام الجون استلام الجون والقطعه بتاعته هو قطع بشكل كويس جدا تاحه ويمكن دي يمكن الكابتن شوقي بيقولها لهم على طول محمد اشرف السترايكر مصطفى تاحه ياسين لازم أن يقطع العرض القريبه بشكل كبير لان انا بستخدم الكورسات كتير قوي فيمكن كان دي ملاحظه للكابتن شوقي ان هو قالها لهم بصراحه ودي كان جمال الجون ان هم نفذوا يوسف عبد القوي نفذ الكلام اللي انا قلته له وتاحه نفذ الكلام اللي الكابتن محمد شوقي قاله له. المباراه الاصعب بالنسبه للكابتن اسامه زكي في مشوار الدور الاول اللي خلاص يعني بيقرب على الانتهاء مع مباراه غزل المحله. المباراه الصعبه اللي انت كنت عامل حسابك فيها وكانت زي ما بتقول كده ولاده متعسره وانت يعني الحمد لله بفضل الله المباراه عدت على خير. مباراه الزمالك. مباراه الزمالك دي كانت يعني عامل حسابها بشكل كبير لان ديربي ومباراه يعني احنا كسبانين اربع ماتشات قبل كده وزي ما قلت لحضرتك كده الفرقه كان في ثقه فدي كانت قلقاني الحمد لله رب العالمين ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى واجتهاد اللعيبه وهي زي ما تقول برضو كده يعني روح النادي الاهلي ويمكن المدير الفني بتاع نادي الزمالك سال حضرتك انتوا بتكسبوا ازاي في الدقيقه 90 يعني انا الاول اشتي بروحه
اشتم بادارته للمباراه. محترم ومدرب اتصل بيها حتى حاجه المباراة. محترمه وحاجه جميله يعني وسالني فقلت له روح الفانيله الحمراء يعني اجيال بتتوارث عن بعض كل الفرق هو اتصل بيا بعد المباراه يعني اتصل تليفوني وهناني وانا هنيته على الاداء بتاعه يعني بصراحه من الناس المحترم جدا ويمكن قال لي نفس الكلمه ان الجون جه في الدقيقه 90 قلت له خلاص تعالى اعمل معايشه في النادي. شرفتنا ونورتنا يا كابتن اسامه وبنتمنى لك ان شاء الله التوفيق الفتره الجايه. ربنا يخليك يا كابتن ربنا يخليك شكرا شكرا. بشكر ضيفي وضيفكم الكابتن اسامه زكي المدير الفني لفريق 2007 نتمنى لهم ان شاء الله يعني كل التوفيق خلال الفتره الجايه يعني فريق فعلا مميز بيمتلك او بيضم عناصر موهوبه ان شاء الله نقدر نشوفها خلال السنين القادمه في الفريق الاول بالنادي الاهلي. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا واشوف حضراتكم الاسبوع اللي جاي وقبل الاسبوع اللي جاي بكره عندنا بقول لحضراتكم مره ثانيه بكره ان شاء الله عندنا مباراه على الهواء مباشره مواليد 2003 فريق شباب النادي الاهلي الاهلي امام طلائع الجيش في ملاعب الناشئين مدينه نصر نذيع المباراه على الهواء مباشره يكون في استوديو تحليل ان شاء الله دكتور احمد ثابت الكابتن محمد حشيش ومعلقنا المتميز تامر عبد السلامه نكون مع حضراتكم بكره استوديو تحليلي للمباراه اشوف حضراتكم على الف خير شكرا والى اللقاء.